جرس انطلاق مسابقة ألعاب القوى سيدق بملعب وهران. النخبة الوطنية على أتم الاستعداد لدخول غمار المنافسة رغم صعوبة المهمة. يعني كتب المكتوب وكانوا يعني الرياضيين خاصة اليوم المنافسة يكونوا يعني محضرين نفسيين بدنيين إن شاء الله يكونوا بعض الميداليات إن شاء الله. بعض الأسماء يعول عليها في المحفل المتوسطي لاعتلاء منصة التتويج، والبعض الآخر لاكتساب الخبرة ولما لا إحداث المفاجأة. Vu que ha, je vais participer avec des athlètes de haut niveau, des athlètes européennes. Mon objectif, c'est d'essayer de faire mon personal best, de faire mon record. Après, dès la finale, ça serait très bien pour nous. Inch'Allah, nous battons les records تاعنا. Comme je l'ai dit, nous allons participer à des athlètes de grand niveau. Donc, inch'Allah, nous battons les records تاعنا. أم الرياضات كانت دائما من الاختصاصات التي تشرف الراية الوطنية في مختلف المنافسات، ما يجعل الأنظار موجهة إليها لتعزيز حصيلة الميداليات.